للحديث في هذا الموضوع مشاهدينا الكرام، أسعد باستضافة السيد عبد الرحمن بن خلفة وزير المالية السابق وأخصائي في الشق المالي. شكرا على قبولك الدعوة سيدي الفاضل، وأهلا بك. وربما كسؤال أول، تابعت معي التقرير. الآن ربما ندخل مباشرة في الموضوع، قرابة 900 ألف مغترب زار الجزائر في هذه الفترة، يعني فترة الصيف صيفة فقط. 2018 يعني قرابة 800 مليون يورو، يعني كم هائل من العملة صعبة دخلت الجزائر، لكن في السوق الموازية، يعني أمر غير مقبول اليوم. ماذا تنتظر الحكومة لتفعيل مكاتب الصرف؟ شكرا على الدعوة الكريمة وعلى هذا الموضوع اللي هو موضوع شائك. فعلا عدد المهاجرين اللي يرجعون إلى البلد، كنا في بعض السنوات في 350 ألف، وصلنا للمليون، 900 ألف مليون، معناه أنه هذا في حركية كبيرة. وفيها شقين، في أولا الأموال التي تدرها الخزينة. حتى الآن الإحصائيات اللي موجودة على المستوى الدولي تقول أن الجزائر من بين البلدان فعلا اللي سنويا يدخل لها 2 مليار دورو اللي تدخل من الجالية، ولكن هي مستوى قليل، هذا اللي يدخل بصفة رسمية. بقي أنه معالجة هذه الظاهرة اللي ظاهرة غير مرضية تاع السوق موازية وعدم وجود مكاتب الصرف اللي تفتحها، والفرق بين التسعيرة الرسمية والتسعيرة في السوق الموازية، هذه تعالج اقتصاديا، تعالج المخططات، تعالج. نحن الآن نتكلم من وجهة ثانية، هو عدد المهاجرين. المهاجرين عندما يأتوا للبلد مش فقط من ناحية أنهم يأتوا بعملة، العملة هذه تأتي تدخل للبنوك أو لا تدخل، المهم هو أنه كل ما دخلت أفواج من مهاجرين أو غير مهاجرين للجزائر وغيروا العملة بطريقة أو أخرى، الدينار لا ينفق إلا في الجزائر. هذه الظاهرة يعني من ناحية لا, 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 لا أريد أن أقلل من يعني المشكلة الأساسية في وجود سوقين، سوق رسمي وسوق موازي، ولكن المهاجرين السواح كذا، كلما كانت العملة مستواها ضئيل بالنسبة للتسعيرة كلما كان ذلك خير بالنسبة للتدفقات، لأن الناس هذو اللي يجيوا يجيبوا فلوسهم يأكلوا من الجزائر، ينفقوا في الجزائر، يمشيوا للفنادق تاع الجزائر، والآن عندنا فنادق أكثر. كلما أنفق شيء في الجزائر كان لصالح الجزائر. من أين أتى؟ هو أتى من تغيير العملة الصعبة. السوق الموازية مشكلة أساسية، عندما تغير الدينار إلى العملة الصعبة وتهرب، هذه مشكلة أساسية. لكن عندما تغير العملة الصعبة بطريقة أو بأخرى وتنفق هنا، الدينار لا ينفق إلا هنا. ففعلا أنا معك أنه هذه ظاهرة غير مرضية، ولابد أنه شيئا فشيئا تحتوى ونقلل من هذه الفجوة الموجودة. ولكن وجود الجزائريين اللي موجودين في الخارج الآن يربحون عندما يجوزوا عطلتهم هنا بالنسبة للعملة الدينار، لأن الدينار شوية منخفض. وهذا هذا في كل البلدان. تركيا السنة هذه من بين البلدان الكبيرة، ولكن لأغراض مختلفة لعملتها طاحت، زادت الأفواج نتاع المهاجرين السواح. فنحن من وجهة نظر هذه لابد أننا نعزز، نزيد، نقلل شوية من مستوى التيتر دو ترانسبور، نقلل من وطأة الفيزا، لأن كثير منهم، لأنه كل إذا دخل مليونين من 3 ملايين مهما كانت الطرق اللي غيروا بها، عندما هذه القوة الشرائية تصبح قوة شرائية الدينار وتنفق في الجزائر، في كل، لأنه المهاجرين إخواننا المهاجرين يمشوا في كل بلد، هذه واجهة جيدة مهما كانت طريقة التحويل. طيب، ربما لا ترى بأنه لو كان مكاتب صرف لكانت عائدات الجزائر من العملة الصعبة أفضل؟ والله مكاتب صرف لا يمكن من وجهة نظر فنية، أتكلم، وكان لي الشرف أن كنت وزير مالية وشرف وثقة السيد الرئيس وثقة الحكومة، لا يمكن أن نفتح مكاتب صرف إلا إذا هذه الفجوة الموجودة بين بين التسعيرة الرسمية والتسعيرة غير الرسمية لا تمشي للصفر، ولكن تعالج هذه الظاهرة. وعندما يكون
بالبنك 160 وفي الخارج 170 يمكن، لكن اذا كان بالبنك 140 وبالخارج 2000 هذه لا يمكن فتح الصف. طيب ما سبب هذه ربما هذا الاختلاف فيها؟ الاختلال هذا اولا الدينار اقتصاديا الدينار الان مدعم. كيف ذلك؟ قيمته ليست قيمته الاقتصاديه الحقيقيه، الحقيقيه ليست في القيمه الرسميه. لماذا؟ لانه لو مشينا الى قيمه حقيقيه تكون في حدود 150 او 155 يكون ذلك مشكله اساسيه لانه التضخم يزيد. وبالتالي الان الدينار يعالج بالنسبه لتنافسيه الاقتصاد. تنافسيه الاقتصاد عندما تزيد الدينار قيمته تزيد، وعندما تنقص ينقص. حركيه الاقتصاد ما زالت ماهيش كبيره، الافواج او التدفقات الداخله ليست كبيره، وبالتالي قيمه الدينار الان مدعمه. اليوم شيئا فشيئا لابد من معالجتها خلال سنه سنتين ثلاث بادوات اقتصاديه ونقديه وقانونيه. عندما تقلل، وكاين تجارب في بلدان كثيره كان عندهم، ولكن شيئا فشيئا وصلوا الى مستوى مقبول. في ذلك الوقت يمكن لك ان تفتح مكاتب صرف، مكاتب صرف، والى غدا تفتح مكاتب صرف، واظن ان البنك المركزي يتكلم عليها. ياتي الا من يغير الدينار الى العمله الصعبه، لا ياتي من يغير العمله الصعبه الدينار. الى الدينار. ومكاتب صرف لابد ان يكون لهم توازن. اذا دخل دينارا ليعالج او ليغير الى اورو لابد ان يدخل اورو. ففي هذا المسعى معك انه لابد، وان نحن ان شاء الله يعني السنه القادمه والسنوات القادمه لابد ان تعالج هذه بمخطط وطني فيه وزاره الماليه، فيه البنك المركزي، فيه المتعاملين. لا يمكن ان نبقي في هذه في هذا الحاله لنحن كاننا قابلون بالوضع، ولكن الوضع هذا ما عندوش غير مساوئ، ما عندوش غير مساوئ، عنده كذلك محاسن. كل ما كانت العملة قليلة كل ما توافدت علينا مئات الناس، لأنه عندما ينفقون بالدينار ينفقون بأقل مما ينفقون في الخارج. طيب خليني ربما أنا نتحدث لك على شيء مهم جدا، أنه قلت أنه دخول عملة كبيرة أو بكم هائل إلى الجزائر تعطي منفعة كبيرة للاقتصاد الوطني، لأنه ستتحول إلى الدينار، ومن ثم التعاملات بالدينار تنفق في الجزائر. لكن خليني نتحدث لك أن هذه في 3 أشهر فقط، أي فصل الصيف، ما أدراك بسنة. يعني اليوم ألا ترى بأنه لو لم نرسم هذه التعاملات عن طريق مكاتب الصرف ستنتشر بما يسمى التهريب العملة، خاصة ما شاهدناه خلال هذه السنة فقط تهريب عملة، يعني مؤخرا 1,000,000 يورو تم تهريبه. يعني اليوم هذا إشكال كبير لاستنزاف العملة الجزائرية. العملة صعبة في الجزائر. يعني لك الحق، أنا راني نقول الوجهة الثانية. نعم. لكن لا أقول أني راض، ولا يمكن للاقتصاد أن يعيش أن يدوم في هذه الازدواجية، لأن الازدواجية النقدية هي ازدواجية اقتصادية كذلك. صحيح. اقتصادية، وبالتالي يوم من الأيام لابد من معالجتها، شرع في معالجتها، لكن أظن أنه لابد أننا نبقي على وتيرة كبيرة من خلال قرض سندي، من خلال الاحتواء المالي، من خلال الاحتواء الضريبي، من خلال أنا من دعاة من يقول من فتح حسابات مغرية بالنسبة للمهاجرين اللي حتى دولاراتهم وأروهاتهم يديروها في الجزائر عوض أنه يعملوها يخلوها في سويسرا، يخلوها في فرنسا. الآن طرق مختلفة، لكن بالتوازي مع معالجة هذه الظاهرة من الناحية النقدية والمالية، توافد الجزائريين يعني داخل الوطن له منفعة اقتصادية، لأنه إنفاق زائد، والقيمة المضافة نتاعو واستهلاك، خصوصا مثل السنة هذه عندنا فوائد في الفلاحة، عندنا فوائد في الصناعة، عندنا أشياء تشترى هنا. تعرف أنه التليفونات هذه الآن السمارتفون الآن بدأت تصنع في الجزائر بقيمة أقل بكثير من خارج. فكل ما جاء واحد واشترى يكون ذلك خيرا. فمن وجهة نظر من ناحية تاع جلب أموال، إذا دخلت البنوك كان ذلك أحسن، إذا دخلت إلا كانت يعني من ناحية الضرائب تدخل ضرائب كان ذلك أحسن. ولكن حتى في مستواها الحالي لابد من عدم كبتها إن صح القول، لأنها تشغل الجزائريين، ونحن في حاجة إلى أنه من ذاك السيد اللي يبيع المطلوع على الطريق حتى الفنادق محتاجين إلى أنه 2-3-4 ملايين
جزائريين وغير جزائريين يأتون للجزائر لرفع مستوى الإنفاق. طيب تحدثت وقلت بأنه هناك طرق عديدة لجلب العملة الصعبة من المغتربين الجزائريين إلى هنا إلى الجزائر. لا. طيب لماذا ماذا تنتظر اليوم الحكومة والدولة الجزائرية من إنشاء فروع لبنوك جزائرية في الخارج هكا يعني حتى استقطاب أكثر للعملة الصعبة ويكون تعاملات يعني سهلة وحتى تكون رقابة على هذه العملة؟ عندك حق، لأنه في السنوات القادمة من الأساسيات، ونحن في 2019 إن شاء الله سندخل مرحلة جديدة بانتخابات رئاسية، فالبرامج القادمة لابد أنها تبرز اقتصاد الخدمات. إحنا الآن فلاحة على مستوى عالي، عندنا فوائد السنة هذه، الصناعة بدأت تتحرك، الخدمات وخصوصا القطاع المالي والمصرفي. الآن عندنا طرق أنه لا يمكن، مش لأن الجزائريين موجودين في أكثر من 15، رانا الآن من الدياسبورا الكبيرة في مونريال، في دبي، في السعودية، في مش غير فرنسا. الحل الذي يقول أنه لابد أننا نفتح في كل البلدان حل جزئي. الآن ما يمكن أن نقوم به هي الشراكات بين بنوكنا وبين بنوك الخارج. وأنه الآن رانا نعمل كلنا بالتيسي بالطرق الحديثة، أنه الآن فلوسك في جنيف دخلها للجزائر في 5 دقائق، والعكس بالعكس. فالطرق القادمة هو أننا نسهل فتح، بالنسبة لجاليتنا في الخارج نسهل فتح الحسابات هنا بالعملة الصعبة، ونعطي حرية التصرف ذهابا وإيابا بالنسبة لعملتنا، وأننا نجلب أموال الجزائريين وغير الجزائريين. هذه الحركية يمكن أن نعملها من الجزائر دون أن نكون موجودين، لأن الشبكة المصرفية الآن شبكة دولية، ولكن علاقاتها مع الطرق الحديثة هي علاقات في كل يوم. الآن نتعامل مع البورصات ومع الـ 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 مع البنوك مثل ما تتعامل معها، وأنا نتعامل في نفس الدقيقة بين بنك في الجزائر وبنك في نيويورك. ففتح ربما هي أولويات في رئاسية القرار، ولكن أولويات هو في حركية هذه، وهذه مسؤولية للبنوك وللبنك المركزي أن يسهل دخول الأموال بفتح حسابات مغرية مرة ثانية بالنسبة للمهاجرين ولغير المهاجرين، بما في ذلك الاستثمار الداخلي. طيب جميل، تحدثت أيضا أنت معالي الوزير وقلت أنه لما نحول العملة الصعبة يعني اليورو أو الدولار أو أي عملة إلى الدينار ربما سيكون عليها منافع اقتصادية جيدة للتعامل بالدينار، يعني نعم. تكون سيولة، لكن تكون سيولة كبيرة لا لا يكون منها يكون كتضخم. أنا أعرف أنه في بعض المناطق أنا نشوف الاقتصاد الجزئي، في بعض المناطق زاد شوية التضخم. لماذا؟ لأنه الناس هذو اللي غيروا كأن الطلب زاد، بدأت الناس تحس أنه الأسعار، ولكن السيولة هذه محتاج، لأنه سيولة مش سيولة مكتنزة، سيولة منفوقة، لأن الناس هذو اللي ينفقوا. قلت لك من شراء البخسيس عند من له البخسيس إلى الفنادق، الآن عندنا فنادق كبيرة في الواجهة الغربية والشرقية، هذه كلها عندما تنفق تشغل الجزائريين، تحرك الاقتصاد المحلي، تحرك القيمة المضافة الجزائرية، ولا تخرج، لأنه قيمة مضافة خلقت في الخارج وأنفقت في الجزائر، هي اللي ستوازي ملايين الجزائريين الذين ينفقون في تونس وفي تركيا وفي دبي، لأنه العالم الآن هو في هذا التوازن، مش في كبت الجزائريين. يخرجوا 8 ملايين جزائريين أهلا وسهلا، ولكن لابد بالتوازي أن يدخلوا لينا 1، 2، 3، 4 حتى نوازي بين القيمة المضافة تاعنا اللي هنا اللي أنفقت في الخارج والقيمة المضافة اللي خلقت هنا وأنفقت هنا. لابد من هذه الوجهة أننا نسهل، وأنا قلت من تسهيل من ناحية الطائرات ومستوى الأسعار الطائرات ما زال كبيرة، من ناحية الفيزا، وأنا من دعاة يقول أنه لابد أن يوم من الأيام في التعاملات الاقتصادية نفرق بين الأجنبي والجزائري الأصل. في بلدان كبيرة نجحت أنه عندما تجي داخل لبلدهم أنت أجنبي أجنبي، أنت جزائري جزائري، ولكن أنت جزائري أصل جزائري، حتى وإن كانت لك 50 جنسية أخرى تدخل من رواق مفضل. يوم من الأيام في الاستثمار، في العملة الصعبة، في التعامل هنا، في جلب الأموال، في التعامل هنا، لابد أننا نخلق رواقا وستاتيو جوريديك
تقول أنت جزائري وأنت من أصل جزائري. من أصل جزائري 5 ملايين جزائريين اللي موجودين في الخارج، مثل ما يعملوه لبنان، مثل ما يعملوه المغرب، مثل ما تعملوه مصر، لابد عندما يجوا يعرفون أن لهم أن ستاتي بريفيليجي بارابور الأجنبي هو أجنبي، لا يمكن لجزائري ولد هنا. هذه خصوصا بالنسبة للجينيراسيون الجايين، يعني أبناء الأبناء. سياسة جلب الأموال، مش جلب الأموال فقط، ربط الجالية بموطنها مهما كانت جنسيتها الحالية. الأصل الجزائري لابد أن يطغى على الجنسية. شكرا جزيلا لك معالي الوزير، كنت ضيفي في هذا الموعد الإخباري وفي هذا الملف بالذات. شكرا جزيلا. شكرا لكم. شكرا.